المهم احنا المره اللي فاتت خدنا الدرس ورجعنا عليه وكده، ودلوقتي بنحل عليه تمارين، وصلنا لغايه ايوه النقطه دي، وهنبدا نحل ونكمل. وهناخد اول سؤال عندي، خلاص بوت ترو اور فورس، خلاص على حسب الجمله اللي عندي خلاص ومع تصحيح يا حبيبي. خلاص مع تصحيح، يا ريت نصمت طيب الصوت عندنا كلنا ونبدا، اللي هيشغل عنده اللي هيجاوب هو اللي يشغل الصوت ويجاوب، وبعد كده يرجع تاني. خلاص ما حدش تمام يجاوب في ماشي دور تاني، ما حدش يجاوب في دور التاني، ما حدش يجاوب في دور ماشي تاني. يلا اتفضل على الدور. طيب The livers are considered as one of the first simple machines which man invented in the past. صح. تمام، الإجابة صح وترو، برافو عليك. اللي بعده، The liver is rotated. ايه The ريجيد liver is بار، a rigid ريجيد bar بار، that ريجيد بار. rotates around. That rotate around a fixed point called for cold resistance. غلط، واهتم بالتصحيح في الأخرى. فكرة، برافو عليك يا مصطفى. عجبني انت تخلص الترم ده يا ابو الياسر، خالص 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 يعني، ما شاء الله عليك. في رقم 3، نمبر 3. Any lever consists of a resistance force and an effort force only. غلط، وهنكتب بدل only and the fulcrum. برافو عليك يا فخراني، ممتاز. نمبر 4، أبو عبد السلام. عبد السلام، ده مشكلة النت عنده في فندق ما أدري إيش وضعه. عبد السلام، سلام. أو عبد السلام، يا عبد السلام، لور هاند، مين اللي رفع إيده ده؟ أنا يا أستاذ. اتفضل يا حبيبي. طيب يا أستاذ، هو أبو عبد السلام تقريبا النت عنده بايظ، ف أو ما عندهوش مايك. لو عنده مايك بيتكلم دايما، بس تلاقي النت عنده بس. خلاص يبقى قولوا له يوضح، لو انت حد هتواصل معاه يظبط، لو كان عنده مشكلة مايك يظبطها، لو عنده مشكلة نت برضه يظبطها عشان يبقى يتابع معانا ويبقى موجود معانا. طالع أكيد خلاص يا فخران، وأنت كان عنده مشكلة نت خلاص يبقى كلموه يظبطها، مشكلة النت عنده، هي مشكلة نت عنده. بالسلامة. خلاص يبقى احنا كده الدور بتاعنا، عز الدين، ابو الياسر، فخراني، عبد السلام ما كانش موجود، نرجع لابو عز الدين على طول. تمام، طيب يلا. تمام، طيب اجاوب انا على 4. اتفضل يا حبيبي. ايوه ايوه ماشي. The effort force is a force that is exerted by a person to increase the resistance. صح. طب الصوت ده جاي منين طيب؟ حازم معاك فخراني. نعم يا أستاذ. الصوت ده ايه؟ ده قاعد يخبط على المايك بتاعه. لا بعد أنا اذنك مش يعني، يبقى احنا قلنا بس ايه؟ مش بخب، انا ما لمستش المايك يا أستاذ. خلاص بعد اذن حضرتكم، كان اي حد فيكم كان هنا ولا هنا ولا هنا، بعد اذنكم الصوت اتصمت، وقت السؤال يجاوب عليه، وبعد كده يرجع تاني يصمت. ماشي خلاص، عشان خاطر بدون ازعاج وبدون ما نزعج بعض، عشان خاطر كل واحد ياخد فرصته في السؤال. خلاص طيب ماشي، يلا يلا يا فخران، يلا ابو عز الدين. أنا 4. ذا كروب ذا effort force is the force that exerted by a person to calibrate the resistance. صح ماشي، برافو. اللي بعده ايه؟ اقفل عندك الصوت على طول يا ابو ياسر. اللي بعده ابو ياسر. 5. ذا كروب is an increased force lever. صح، برافو عليك يا ابو ياسر. رقم 6، نمبر 6. lever make tasks easier. صح تمام. نمبر 7، ويل بارو اند نوت كراكر سيف ذا اكزيرتد افورت. صح، برافو ترو. نمبر 8، نمبر 8 ابو الياسر. الو نمبر 8. طيب ووتر بام بامب از ا كايند اوف ليفر. ووتر بامب از ا كايند اوف ليفر which pick up a very small object. غلط، والتصحيح تويزر. مكان ووتر بامب ده نحط مكانها تويزرز. خلاص نمبر خلاص 1. تمام يلا خلاص 9. معلش يا استاذ، ليفرز were first described by the Greek
ساينتست أرشميدس صح. برافو. احنا بعد كده كله يركز عشان يعرف اول ما الدور يجي عليه بمتابع متابع ودانه مع الاسئله ومتابع او ما يجي دور على طول يبدا يشتغل. خلاص نمبر 10 خلاص. In the first class levers the resistance is between the effort force and the fulcrum. غلط. هنحط بدل in the first class levers هنحط in the second class levers. برافو عليك ابو عز الدين. اللي بعده ياسر. طيب from the function of the lever it is to increase the force. Increase the force through. برافو عليك. طيب among the functions of levers two is to decrease the distance. غلط. ودين حاضرة الساينس محاضرة الساينس. ايوه يا ابراهيم اطلع بدا تقدر تخش على محاضرة ال عادي خليه براحته. عايز يخش معانا يخش عايز يخش معانا يخش براحته براحتك يا ابراهيم بس عايز معانا معانا عايز تروح هناك براحته خليه براحته يا ابو فكرم. يلا among functions يلا فخرانة. انا قلت غلط. والتصحيح ايه يا حبيبي؟ increase to increase ايه the distance 13. طيب from the function of levers is to decrease the speed. غلط. هنحط بدل decrease the speed increase the speed. increase the speed. برافو. number 14 ياسر. هل السيزر ده مثال على الكلام ده؟ هتقول انت اجابه صحيحه هتقول صح يبقى معناته ان اجابتك صحيحه. برافو عليك يا ابو الاسر. استاذ ابو عبد السلام دخل يا استاذ. تمام يا حبيبي هو هيسمع او ما يجي دوره يعرفنا. The crowbar is an example of the first class lever. صح. نمبر احنا قلنا نمبر كام؟ number 16. ماشي. In the second class levers the resistance is between the effort force and fulcrum. صح. تمام برافو. خلاص اللي فتح الصوت تمام كمل. اللي بعده ابو ياسر. ضرب عز وعز جاوب. لا استاذ ضرب وعز ما فخران بعدها بعز. ابو عز جاوب دلوقتي قال 2 سكند قال اسك السين قال الاجابه صح. طيب the third class lever are the most ابو ياسر بتاكل. ابو ياسر ابو ياسر بتاكل. لا ماليه في ايه هي بس السماعة فيها مشكلة شوية. خلاص ثبتها حبيبي واتكلم. مش صوتك يبقى واضح. زي سيرت كلاس ليفر موست بيبليبولر تيو تايب اوف ليفر تايب اوف ليفر. غلط. زي فيرست كلاس. تمام يا حبيبي فيرست ايه كلاس ليفر. برافو. نمبر 18 خراني. الو استاذ معلش كنت رايح اشرب ميه معلش. التين بيليرز ار كومبوز اوف 3 فيرست كلاس ليفر بولز 2 فيرست كلاس ليفر. تمام خلاص يا ابو عز فخران خليك معايا ما حدش يقوم مكانه ما حدش يتحرك ما حدش يعمل حدش يلعب في حاجه كله بمركز في الاسئله اللي قدامه على الشاشه عينه معايا عينه في الاسئله ودانه معايا ومع اصحابه اللي بيجاوبوا. يلا شو اجاوب يا استاذ. يلا اتفضل يا حبيبي. Nailed levers have fulcrum between the effort force and the resistance force. صح.
تمام، يبقى الإجابة صح ترو. تمام طيب 20 20 the third class liver have fulcrum the third class liver have fulcrum between the between the effort force and the resistance force غلط have date the first number ايه انت فيها number ايه انت كان فيها number 20 20 تمام اتفضل ايوه هتقول تلغي ايه تقبل الثيرد كلاس تعمل ايه غلط وبدل ثيرد كلاس هنحط فيرست كلاس تمام فيرست ايه كلاس معلش ستابلر بوتل اوبينر اند هامر فخراني فخراني نعم يا استاذ ما التزمناش باللي قلت عليه اعمل كده واعملك رموك على طول طب معلش ستابلر بوتل اوبينر اند هامر كلو are examples of third class levers. غلط يا أستاذ. هيبقى الإجابة؟ الستابلر والبوتل أوبينر first class second class والهامر كلو first class. تمام تمام. أنت ممكن تقول هنا تلغي الهامر وتحط إيه؟ والبارو وتحط example of second class. ممكن تلغي الهامر دي وتحط والبارو أو زي ما أنت قلت برضو إجابتك صحيحة. خلاص؟ 22. يلا جاوب ستابلر از دي معلش ان هوكي باد ذا ايفورت فورسز بتوين ذا ريزيستنس فورس اند فولكروم سو ات از ا فيرست كلاس ليفر غلط بدل سو ات از ا فيرست كلاس ليفر نقول سو ات از ا ثيرد كلاس ليفر برافو عليك يا عز الدين يلا اللي بعده خلاص أي. كده خلاص كده الصفحه دي انتهت ولا لسه في واحد ثاني في سؤال لسه في سؤال تمام The second class lever have the effort force between the resistance force and the fulcrum. غلط وهتبقى third class lever. هاي بخلي second class lever وحط third class lever. Third class lever. تفضل بعده. The fulcrum of any lever is always between force and resistance. It's always غلط يعني مش كل الفولكرم مش كل الليفرز 24 اه اتفضل غلط يا استاذ والتصحيح the first class liver مكان ايه any liver مكان any هتحط ايه first class liver تمام تمام يلا اللي بعده The nutcracker is considered as a first class liver. غلط هتبقى بدل first class liver second class liver. مكان ايه؟ بدل first class liver second class liver. تمام. 26. طيب. Soda water opener is second class liver. While the fish tool are first class liver. هنا غلط هتبقى is a third class liver. برافو عليك يا ابو ياسر برافو عليك حبيبي. بعد كده نخش على السؤال اللي بعده right scientific term. The fixed point of rigid يلا اللي بعده اللي على الدور. فولكروم. الإجابة إيه؟ الإجابة فولكروم؟ فولكروم برافو أيوة أستاذ تمام يلا اقفل الصوت عندك اللي بعده A rigid bar that rotates around a fixed point and is affected by an effort force and resistance force lever برافو اللي بعده طيب A force that results from the body that we want to move it resistance force اهلا وسهلا بك يا ابو سلام اللي بعده ها انت قلت رقم 3 كام resistance force برافو resistance force رقم 4 نمبر 4 عبد السلام لو سمعنا يخش اتفضل عبد السلام رقم 4 effort force effort force ماشي نمبر 5 number 5 levers that have
the fixed point between the effort force and resistance force for just the class lever. تمام. Was it D? يا ابو عز ثانية واحدة يا استاذ ماشي the most popular type liver in our the most popular type liver life first class livers first class liver تمام number 7 ابو الياس طيب Livers that have a resistance between the effort force and the fixed point. Second class liver. Bravo. Absalam. Livers that have the effort force between the fixed force and the fixed point. Third class liver. Tamam. Third class liver. بعد كده. بخراني. أستاذ. بعد كده نمبر نمبر 8 صح ليفرز ذات هاف ذا افورت فورس بتوين ذا ريزيستنس فورس اند ذا فيكسد بوينت ثيرد كلاس ليف تمام ايه عندك 9 ايه فرصت عندك يا فخران يلا 9 ولا 10 9 ده طيب 9 ماشي. The type of levers that its midpoint is the effort force. Third class levers. تمام. Third class lever. اللي بعده أبو الياس حبيبي. The levers that have fulcrum between the resistance and the effort force. First class lever. First class lever. أبو سلطان عندك أبو عز الدين. عبد السلام. ماشي. مش واحد كومبليت ثواني اجيب لك الشاشه بس كومبليت ذا فولوينج ستيتمنتس يلا اول واحده اسامبل ماشين كونسيست اوف بار ذات ميكس ذا تاسكس باي بيرفورمد مور ايزلي از كولد ليفر از كولد ليفر تمام اللي بعده از نوت از كونسيدرد از وان اوف ذا فيرست سمبل ماشينز which were invented in the past. First, lever. Bravo, every sort. اللي بعده. Levers were first described in 260 BC by the Greek scientist Archimedes. Bravo, عليك أبو عز الدين. اللي بعده. The lever is a rigid bar that rotates around a fixed point. A rigid bar. Bravo عليك يا أبو ياسر. Bravo عليك. اللي بعده. ماشي the lever is a rigid bar that rotates around a fixed point and is affected by effort force and resistance force. Effort force and resistance force. برافو عليك اللي بعده. Any lever consists of resistance force and effort force and fulcrum. برافو عليك افرض الصوت عندك اللي بعده. Levers that have the resistance between the effort force and the fixed point second class lever فين انا for number 7 اه معلش number 7 ماشي اه معلش is resulted شايف انت عندي قدام على الشاشه not is resulted from the body that you wanted to move resistance force resistance force resistance تمام اللي بعده تمام 8 طيب number 8 not is a exists extended by a person exerted by a person to equilibrator the resistance force effort force ايه effort force number 8 هتبقى ايه effort force is exerted by a person to equilibrate the resistance force. Number 9. The fixed point where the rigid bar rotates on is called fulcrum. Bravo. Bravo. Levers help us. Levers help us to perform tasks more easily by increasing force. Increasing distance or increasing
سبيد. برافو فخرانه، برافو برافو. تصميت الصوت. يلا اللي بعده نمبر 11. نقط نقط and نقط are from the importance of levers. 11. Moving the force from one place to another, increasing speed, accuracy and decreasing performance. تمام. انت قلت نمبر كام؟ moving the force from one place, to another, increasing speed, accuracy and performance. Performance. 12. طيب. Not and not and not and not and bottle bottle opener save the extended effort by using a small force to make a great effort. نوت كراكر وكروبار. كروب عليك. اللي بعده 12 13. يلا. نقط is an example of lever used to increase force. While نقط is an example of lever used to increase distance. أول حاجة كروبار، بعد كده مانوال بروم. برافو عليك عبد السلام، وحشنا شطارتك. يلا اتفضل. أنا نمبر 14. نمبر 14 is an increasing speed lever. هوكي بات. هوكي بات ممتاز. اللي بعد يا فخراني. فخراني فخراني جاوبت 14. جاوبت 14 بعد الإجابة. أيوة. في حاجات تانية غير إجابة جاوبتها ولا إيه؟ لا أطلعك بعد كده خالص بره الجروب. أظن ما عملت حاجة يا أستاذ، ما جاوبتش أي حاجة. لا، أي أصوات تانية بدون خارج عن نطاق الحصة ملهاش لازمة. خلاص يا فخراني اتفقنا؟ تمام يا أستاذ. ماشي خلاص كده، خلينا نعمل مع بعض اللي على الدور. أجاوب يا أستاذ؟ ماشي. Not is a lever that moves the force from one place to another place without. وصلنا فين يا أبو دي؟ بس 15 15. يلا حبيبي. Manual broom is a lever. يلا manual broom is a lever. تمام. يبقى الإجابة that moves the force from one place to another place with a manual broom. برافو عليك. 16. Not is a very accurate lever that is used to pick up a small very small object. Tweezer. برافو ابو ياسر، برافو عليك ممتاز. 17. نقط الليفر لايك نقط اند نقط. لا 17. Not is a lever that is used to avoid dangers. اللي هو كل هولدر. برافو عليك حبيبي، برافو عليك ابو عبد السلام، وممتاز عليك. 18. Levers like nutcracker and crowbar use a small effort to move a heavy load. 18. Lever like نات كراكر وكروبر. برافو يا فخران، صمت الصوت. 19. نقط هولدر اند نقط هولدر used to pick up the hot, cold and poisonous materials. اول واحدة كول، بعديها ايس. كول وايس. برافو برافو يا ابو عز الدين، برافو برافو. 20. The type of lever are first class lever, second class lever, third class lever. ممتاز يا ابو ياسر، ممتاز جدا. 21. نقط is the most popular type of the lever in daily life اللي هو first class lever. First class هو most popular type. برافو عليك عبد السلام، ممتاز. 22. نقط and نقط are examples of the first class lever. Crowbar and سيزورس مثلا. تمام. 23. Water pump is a not class lever while not is a second class lever. First stabler. First
بعدها ستابلر. 23 فيرس وستابلر. تمام برافو. 24 In the second class liver, their systems found between fulcrum and effort force. عندنا ايه؟ Fulcrum and effort force. سواني طيب. عشان خاطر ايش عندي عملت. Fulcrum and ايه؟ Effort ايه؟ Effort force. تمام. اللي بعده. نقط عند نقط examples of the second class livers Stabler و Will Barrow. Will Stabler Will Barrow. تمام. بعد كده السؤال اللي بعده رقم ألو السؤال اللي بعده رقم كم 26. تمام. In the first class liver the fulcrum is found between resistance force and the effort force. برافو عليك فخراني. تصميم 27 Stabler and Wilbarrow have Stabler and Wilbarrow have the resistance force between the effort force. تمام. ال 28 برافو 28 Not and not are example of the third class lever. أي فيش تول فيشنج تول و اسمها ايه دي هتكم عند هوكي بيت اي مثال اي اكزامبل على السير كلاس ليفر اي اكزامبل خلاص اي تو اكزامبل عندك خلاص. تمام 29 ماشي ذا فورس از بتوين ريزيستنس فورس اند فولكرم ان السير كلاس ليفر And a third class liver. Bravo, Abdul Salam. Bravo. 13. Hey, the nutcracker is an 13, example 13, of second class liver. Second class liver. The next 31. The manual broom is an example of the third class. Third class liver. Bravo. 32. The scissors are example of second class liver. Bravo. Third class liver. 35. 33. The crowbar consider third class liver. هو يويل بارو انت قلت ايه يا ابو الياسر قلت 32 ايه زي سيزر ار اكزامبل اوف فيرست كلاس ليفر تمام فيرست كلاس ليفر تمام نخش على 33 ذا كروبر از كونسيدر ا فيرست كلاس ليفر هو يويل بارو از ان اكزامبل اوف سكند كلاس ليفر يبقى فيرست كلاس اللي هو كروبار فيرست كلاس تمام وبرو سكند كلاس ويل بروم برو سكند اي سكند كلاس ليفر تمام سويت هولدر 34 سويت هولدر از ان اكزامبل اوف ثيرد كلاس ليفر تبقى ثيرد كلاس طيب 35 CSO is considered a first class liver while the fish hook is a third class liver. تمام. 36 تمام. طيب. In the not class liver, the null between the fulcrum and the force of resistance. Third class liver will effort. برافو عليك يا بلاد. كوريكت كوريكت تمام مين اللي على الدور فخراني ازي محمد ابو عبد السلام عبد السلام يلا تعالى ماشي ذا موست كومن سمبل ماشين ار بايسكل لا البايكس ليفر تمام فخراني ليفر از ا ريجد بار ذات روتيتس اون ذا فيكسد بوينت كولد ايفورت
لا غلط فولكروم 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 تمام برافو the liver consists of fulcrum only غلط يبقى fulcrum resistance force و effort force تمام fulcrum effort force و resistance force تمام اللي بعد fulcrum is applied by a person who to equilibrator the resistance force غلط بدل fulcrum هتبقى effort force تمام اللي بعده five some of levers allow the increase in speed of object we on as in the manual broom غلط هتبقى hockey bat تمام طيب the coal holder is used in increasing distance نحط بدل increasing distance avoid dangers تمام The most popular type of levers in our daily life is the second class levers غلط first class levers first class levers تمام برافو بعزتين اللي بعده طيب seesaw scissor and the open as the water opener are the example of first class lever نشيل water opener bottle opener ونحط water bomb ماشي ممكن تحط برضو البدل ماشي تمام برافو اللي بعده عبد السلام مش موجود خش فخران طيب In the first class lever, the resistance force is between fulcrum and the effort force. بعد الفيرست هنحط second class lever. الفيرست هنحط second class lever. تمام اللي بعد. عبد السلام خش عبد السلام جاوب. عشرة tweezers coal holder. سلام سامع. أيوة أستاذ. يلا جاوب يا حبيبي. Number 10. Number 9. ماشي. In the first class lever, the resistance force is between fulcrum and effort force. First, غلط هنحط second. برافو عبد السلام ممتاز يا حبيبي. Number 10. فخراني. لا فخراني جاوب. خش عبد السلام. خش يا باز الدين. Tweezers, coal holder, and hockey bat are examples of the first class levers. غلط هتبقى third. 10 هتبقى third. برافو. تمام. طيب the fulcrum lies between the effort force and the resistance force in third class lever هنشيل third class lever ونحط first class lever برافو 12 brains are second class lever هنشيل second ونحط first برافو 13 Nutcracker is from first class lever and she'll first from hot second. تمام second برافو اللي بعده The second class lever is the effort force is between the force and the fulcrum. غلط هنشيل اسمها second ونحط third. هنشيل second ونحط third. Second ونحط third. انا 15 طيب. The crowbar is considered from the third class lever. تبقى غلط third class lever وتبقى first class lever. First class lever والنهارده كده يعتبر خلصنا حل على الدرس ده والنهارده كده انتم ممتازين وكويسين مع بعض الملاحظات بس عند فخراني عايزين نظبطها فخراني بلاش اي صوت بلاش اي حاجه عشان خاطر بعد كده فخراني بلا يتعامل معاك تاني وانت عارف ان ممكن اعمل سنه او نطردك من الجروب الحصه اللي احنا فيها. فاحنا يا ريت نحافظ على ان هو كله النهارده كله مهم ما شاء الله عليه ابو عز الدين كان ملتزم بالحاجات دي كان ملتزم بالحاجات دي وكان بيقفل ويفتح الصوت وقت سؤاله وابو الياسر نفس الكلام وممتاز برضه عبد السلام يا ريت برضه في وقت الحصه على طول وقتها وتشغل النت كويس وفخراني
بعد الملاحظه دي قلت لك النوت دي معينه قلت لك ان التزمتش بيها ابو فخراني هيبقى ليا كلام تاني معاك. خلاص يا حبيبي؟ ما شاء الله. خلاص يا بابا؟ خلاص خلاص تمام تمام. شد حالكم كده احسن طلاب. طبعا احنا قلنا انتوا احسن طلاب بصف سادس ان شاء الله وتكونوا دكاتره ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. باي باي. شد حالكم. السلام. حضروا الدرس الجاي. حضروا الدرس الجاي. ماشي ماشي استاذ. يلا حبيبي باي باي. مع السلامه. باي باي. سلام. سلام.